في الفيديوهات السابقة جهزنا مجموعة الفانكشنز اللي بتلزمني ومشينا فيهم ستيب بستيب لحتى تكون الأمور واضحة. هلأ خلال هذا الفيديو راح نركز على جزئية اللوجيك في المشروع كله، كيف إحنا نجمع هاي الفانكشنز كلياتها ونخليهم يشغلون اللعبة بشكل كامل. هلأ المنطق بيحكي إنه إحنا اللعبة هاي كلياتها عشان يستمر فيها لابد انه انا احطها في وايل لوب، تمام؟ فاذا هو بده يطلع بعمل بريك. هلا البريك هاي حتكون مربوطه في مين؟ اذا فاكرين الفانكشن اللي عملنا عليه ريبلاي سميناه ريبلاي، هو هذا تشويس اذا هو بده يكمل او لا. اذا هو اختار انه يس يكمل حيرجع على الوايل ترو، حيرجع من اول من اول تاني يعيد اللعبه من جديد يلعبها. لكن إذا هو حط فولس أو نو ما بده رح يعمل بريك ويطلع من اللعبة. بالتالي في نقول هون برنت بدي تكتب فيها ويلكم تو تيك تاك. خلينا نعمل شرح سريع يلخص كل الخطوات اللي احنا هنعملها هالقد. هنقول ان انا هبلش بوايل ترو طالما الترو طالما الدروس موجودة، تمام؟ أول شغلة أنا بدي أعمل جملة if. هلأ if not الفانكشن ريبلي بريك، تمام؟ هلأ أول شي هاي while true إذا هو صح يس بده يلعب كمان تاني بدك تنفذ اللي داخل جوا هون. إذا هو قال لك not reply ما بده عكس الريبلاي، يعني كان الريبلاي بيطلب منه يس، إذا هو دخل يس بدك تعمل true مرة تانية، لكن هو إذا دخل no يعني عكس التشويز رح يروح يعمل شو؟ رح يعمل break ويطلع من مين؟ من اللعبة. هذا أول شي رح يعمل. هلأ داخل بجوا هيكون في عنا play the game، لعب اللعبة هالقيدة play the game. كيف بده يبلش يلعب اللعبة؟ هلأ مشان يبلش يلعب اللعبة بدنا نحط كل شي هون، بدنا نحط البورد، بدنا نحط مين اللي بده يبلش قبل، نحط التشوز ماركر، كلهم هدول بدهم أضيفهم، بحتاج إنه أضيفهم هون، تمام؟ أنا أقول هون بعد البلاي جيم بدي اضيف مين؟ بدي يكون موجود عندنا الجيم اوف بلاي او الجيم بلاي. هلا الفرق ما بين بلاي ذا جيم وجيم بلاي، يكون في عندي جيم بلاي. انا داخل بلاي ذا جيم بدنا نجهز كل شيء متعلق بالجيم نفسها. جيم بلاي بدي اجهز كل شيء متعلق في مين؟ في البلاير. نقول هنا في تيرن بلاير 1 وفي عندي تيرن بلاير 2، تمام؟ هلا بلاي ذا جيم خليني اعرف ابلش تعريف الاشياء اللي انا بحتاجها. اقول هون كده بنزل، تمام؟ بقول له انا في عندي the board، تمام؟ هاي البورد اللي انا بتعرفها مالها the board، هاي بدي احط فيها سوري، تمام؟ وبدي اخليها تايمز 10 انه يكون فيها من 1 لـ 9 فاضيين، سلسلة ارقام من 1 لـ 9، تمام؟ بعد كده بدي اجهز البلاير 1 ماركر والبلاير 2 ماركر واجيبهم من البلاير انبوت. اذا احنا فاكرين في البلاير انبوت، هلا عرفت الريبورت. هلا في البلاير جيم بدي اجهز كل شيء، بدي استدعي كل شيء هون. فانا هلا حستدعي البلاير ميكر، بلاير ماركر سوري، بلاير 1 ماركر، تمام؟ ومين كمان؟ البلاير 2 ماركر. هلا هدول رح يساوي مين؟ الانبوت
او البلاير انبوت احنا اذا سميناه فكره بلاير انبوت كان اي ثينك هيو بلاير انبوت اللي هو شو المدخل اللي بدي ادخله البلاير تمام. هنميز جاي البلاير هذا الانبوت جاي من مين، البلاير واحد ولا بلاير اثنين. فانا هقول له بيساوي اسم الفانكشن كان بلاير انبوت تمام. وبعد كده كمان هعرف اللي choose first الناس اللي بيختاروا اول او اللاعب اللي بيتم اختياره اول، وراح احفظه في متغير اسميه turn الدور مثلا، كل واحد دوره مثلا. اقول choose first اني بس اتاكد اذا هو كان اسم الفانكشن ولا لا. choose first ناخد كوبي تمام. وبهمني كمان هلا انه يكون في مسج تطبع لتطلع له لهذا اليوزر او لهذا اللاعب اللي بده يجي، تقول له تاخد التيرن اللي اجى دوره البلاير اللي اجى دوره تمام، وتقول له زائد المسج، خلينا زائد جوا البراند، جوا جملة البراند اقول له زائد، اقول له هون will go first هيبلش الأول تمام. بعد كده البلاي جيم هاي عشان تبلش بدي أخلي اليوزر هو يكتب يس أو نو تمام، إنه هو يبلش إذا بده يبلش. فأنا بدي أقول له play game ساوي input، وأقول له هون تسأله تقول له ready جاهز تلعب تمام. إذا هو يدخل yes مثلا or no، كأني أسأله yes or no تمام. هلا الـ input هاد داخل الـ input، إذا خلينا تكون على نفسها if الـ play game هاي اللي أنت تلعب فيها قاعد play game تمام، اللي انت الانبوت اللي جهزتها كانت بتساوي الياس تمام، بدك تعطيه انه الجيم اون شو مالها ترو. مين هي الجيم اون؟ هلا حنوريكم كيف حنستخدمها. هنقول له جيم اون بتساوي ترو، نقول له else إذا حاجة تانية تقول له game on بتساوي false تمام. هاي الجزئية اللي خاصة في مين؟ في الجيم بشكل عام، في الجيم نفسها. بعد كده حندخل بالجزئية الخاصة بالبلاير. هلأ في الجيم نفسها أنا هحتاج البورد، فروحت عرفت له البورد وديتها سلسلة من 0 لتسعة، من 1 لـ9. هلا البلاير ماركر هتيجي من خلال الانبوت، الفانكشن انبوت تبع البلاير انبوت. فانت البلاير ماركر 2 والبلاير ماركر 1 هيدخلوا لك عن طريق البلاير انبوت، ومن انا هستدعيهم انت هتعتمد على الفانكشن بلاير انبوت. التشوز فيرست اللي هيتم اختياره بناء على الفانكشن تشوز فيرست هتحفظ لي اياه في التان تمام. ولما يختار يتم اختياره بدك تقول له will go first اللي هو البلاير اللي بتم اختياره. هلا البلاي جيم عشان انا اقول له يلا بلش العب، او انت هل انت جاهز تلعب ولا لا، لسه ما دخلناش باللعبه اصلا. هلا بقول له ready yes or no، اذا انت دخلت لي yes تمام خلي الجيم اون ترو. الجيم اون ترو هي عامل لها وايل لوب خاصه بيها هلقيت هنزل فيها تمام. اذا فولس خلاص، اذا نو فولس يعني خلاص انهي، ما تروح على الـ على الـ على الجيم اون اللي انا بدي ابلش لك فيها هلقيت. فداخل الجيم بلاي تمام بدنا نعرف التيرن بلاير والتيرن بلاير 2 للبلاير الاول والبلاير الثاني. هلا هون بدي اقول له وايل
اللي هي الجيم اون. تمام، حسب الجيم اون، اذا الجيم ان ترو رجع، حسب شو بترجع لك الجيم اون. اذا رجعت لك ترو شو بدك تعمل؟ اف جملة اف تعطيه شرط تيرن فيها، اذا التيرن فيها اجا البلاير الاول تمام، بدك تعمل لي عرض لمين؟ للبورد. بدك تقول لي this اللي هو الفانكشن، ايش كان اسم الفانكشن؟ نرجع له عرض البورد، هيو ناخده كده تمام، بس هنغير اسم الباراميتر اللي تم اختياره. هنقول له هون Ctrl V. هلا اسم البورد اللي انا جهزتها فوق كانت the board تمام. انا بقول له شو اذا تم اختيار، هلا الجيم اون كانت ترو، يعني اداك انه ترو، صار ترو للجيم اون، موافق انه يلعب، قال لك يس تمام. بدك تقول هلا اذا التيرن، يعني بعد ما احنا اخذنا الاوكي انه انت هتبلش لعبه، هلا هتاخذ التيرن. تيرن مين؟ بلاير 1 ولا بلاير 2؟ بقول لك اذا كان التيرن للبلاير الاول اعمل ديسبلاي بورد تمام، اعرض لي البورد، البورد اللي انا عرفت لك اياها اول شيء. هلا شو الخطوات اللي راح تحصل هون؟ اللي راح يحصل هون، خليني اخذ لك اياهم في فانكشن. راح اختار البوزيشن، اقول له هون بوزيشن تمام، وبعد اللي بختار البوزيشن راح احط الماركر تمام، وين ان بوزيشن، في البوزيشن بعد ما انا اختارها تمام. بعد كده راح افحص هل هو ربح، اقول تشيك واين. بعد كده هفحص كمان فحص هو هل هو تعادل، تشيك تاي. بعد كده ما في ربح ما في تعادل تمام، اذا ما في ربح وما في تعادل ايش بده يكون الخطوه الثانيه؟ اللي هي بلاير 2 تيرن، دور اللاعب الثاني. هلا اللي حيحصل هون خلال اللعبه، هاخد حاط الدور، اذا كان الدور مبلش في التيرن للبلاير الاول اعرض لي البورد هاي، بعد البورد اختار لي البوزيشن المكان، هعطي فرصة لليوزر او اللاعب هذا البلاير الاول يختار البوزيشن. بعد ما يختار البوزيشن راح احط الماركر تمام في البوزيشن اللي هو اختاره، راح اخذ الماركر اللي هو اكس تبعه او او واحطه 1 في البوزيشن تبعه. بعد كده افحص هل هو ربح بناء على الفانكشن اللي احنا جهزناه، طب هل هو تاي، هل اللي يعني هو تعادل تمام. بعد كده هشوف اذا ما في ربح ما في تعادل يعني خلص دورك، هلقيت خلينا نشوف دور اللاعب الثاني. هلا خلينا ننفذ الاشياء هذه اللي كنت انا بحكيها. هلا اول شيء راح اروح على البوزيشن، في البوزيشن بقول له بلاير تشيك او بلاير، سوري بلاير تشويز، احنا هنشتغل كان اسمها مو تشيك، تشويز. شو هو اختار؟ خلينا اتاكد اشوف الفانكشن كمان مره. بلاير تشويس قول له مين هي البورد، على البورد اللي انا جهزتها هاخد البليس ماركر بلس ماركر بياخد تلات باراميتر اللي هي the board اللي انا جهزتها، هياخد ال player 1 ماركر وراح
رح ياخد البوزيشن، تمام. هلا عرفت البوزيشن وعرفته على الماركر ان بوزيشن. تشيك على الواين والتايم. هلا هقول له اف واين تشيك اللي احنا عرفناها قبل هيك تشيك، تمام. تشيك هاي بتاخد ذا بورد، البورد اللي انا جهزتها، وبتاخد بلاير 1 ماركر، تمام. وعليها هي بتعمل ديسبلاي، حتنفذ هالادمين الديسبلاي للبورد. هقول له ديسبلاي للبورد على the board. وعليه بدي يعمل print لا player one has one، تمام. بعد كده هقول له game on بتساوي فولس مشان يطلع من الوايل جيم اون. فانا هون شو عملت؟ قلت له اذا تشيك او اذا تواين تشيك اللي بتاخذ ذا بورد اللي انا عرضت لك اياها فوق، والبلاير ماركر شو البلاير 1 ماركر بدخل، شو الماركر اللي بدخله، اعمل ديسبلاي للبورد، اعرض لي اياها، حدثها، تمام، شو هو يدخل. وطبعا شو طبعا الواين تشيك هو عنده بيفحص، عنده بيتم فحص هل هو فاز ولا لا. فهو اذا فاز، اذا كانت بتحقق له، فانت بتطبع له بلاير هاز وان، وكمان ضيف له او عرض له البورد هاي وقول للجيم اون انت فولس، خلص خلصنا، تمام. إلس اذا ما فاز يعني، تمام، نقول له اف. طبعا هي بحالة مين؟ إلس الأولانية في حق، أو اف الأولى كانت للواين تشيك. هلا بدنا نفحص مين؟ التاي. هلا التاي بيكون مبني على شو؟ على إنه فل. لو كان فل ولو كان نفس الوقت لقاها مليانة، ما حيعمل. يعني الفول تشيك بتفحص حاجتين، حكينا بتفحص هل هو ما في عاد سبيس اللعبة، يعني سبيس فاضي، ما في سبيس فاضي، هلا صارت كل البورد فول، تمام. وبدي يجي يضيف، ما بلاقي مكان يضيف نفس الوقت، ما هوش فايز، بالتالي حيكون الحالة عندي هاي تاي. بقول له فول بورد تشيك تاخد مين؟ تاخد the board تمام. اذا هيك بدك تعمل لي برضو display، على كل الاحوال انت حتعمل لي display، سوري طالع تحت نزل تحت، على كل الاحوال انت حتعمل لي display للبورد، لازم تعرضهم لمين؟ للبورد، تمام، اللي هي the board، تمام. وبعد كده حتطبع لي برينت مسج انه، او نقول له عطول تاي جيم، وبعد كده بدي اياك كمان تطلع لي من اللعبة اللي هي عن طريق جيم اون صارت فولس. فهلا هو فحص الوين، اذا لقى فايز بيطلع من اللعبه جيم اون فورس، ما بيكمل الوايل لوبينج. كمان بيفحص مين؟ الفول بورد اللي هي بناء عليها بيقدر يحدد اذا هو تاي جيم ولا لا. هذه مع كل عمليه ماركر جديده بيضيفها على البوزيشن بتحصل هاي، تمام، بيتم فحص هاي الامور. هلا في الالس الثانيه اللي هي الالس اللي برا، خلينا نقول هون كانت دور التيرن بلاير كانت فوق،
تمام. هلا البلاير 2 خلينا نحذفها، هي حتكون ليش نحذفها، نقول هي خليها هون. هلا الاف هاي بده يكون عليه ليها else تبعها اللي هي في حالة مين ما كان، في حالة ما كان البلاير هو مين، البلاير الثاني turn بتساوي مين كانت، حصدفت معايا البلاير الثاني. في حالة كانت البلاير الثاني شو هتعمل؟ حنعمل كوبي بيست لكل الشيء حيحصل هان، لأنه نفس الشيء اللي حصل فوق مع البلاير الأول حيصير أوريدي مع البلاير الثاني، بس إنه حغير هون البلاير واحد حتصير بلاير اثنين، والبلاير واحد هون كمان حتصير بلاير اثنين، تمام. وهون أقول مثلا has بلاير اثنين هو الون، تمام. وهون هون في حالة انه هو ما طلب عمل عكس الريبلاي، فبالتالي هو حيطلع من اللوبينج كلها ومن الجيمينج كلها. خلينا نطبقها نشوف اذا في مشاكل، اكيد في مشاكل. if not reply مالها identification level sorry، ونقول بريك حتنزل، حتيجي بريك هون break outside، outside looping yeah. تمام. هلا welcome to tic tac toe، فهو بلش يرحب فيا باللعبة. أول شيء استدعى مين، player one do you want x، want غلط مكتوبة، do you want x or o، حندخل له x مثلا، حنبلش نقول x. صار في عندي error هون بيقول لي is not defined، random is not defined، في عندي خطأ في كلمة random. وين أنا؟ طبعا random بتعود على الفانكشن اللي أنا جهزتها فوق. أرجع على random، وين أنا عرفتها إذا فاكرين؟ هنا القيمة إلها لازم نعرف تاني، تمام يس. player choice is not defined، هيا نجرب هالإيت ونقول إنه في عندي هون بدي أقول X. Player 1 do you want x، player 2 will be first، تمام. are you ready to play، طبعا هي random، player 2 هو اللي بدي يبلش اول. are you ready to play، هقول له yes. هنا اعيد تشغيلهم كليتهم من اول. لا اقول له اكس، طبعا اقول يس، اقول له يس. هلا بحكي لي choose your next position من 1 لـ 9، هلا انا هقول له دخل لك اكس، player 1 will be go first، اوكي يس بدي اكمل. هقول لي هنختاري position، قلت له بدي 5، فراح اخذ مني الاكس وحطها في 5، قلت له مثلا بدي 7، قال هذا البلاير الثاني مثلا أخذ الأو، قلت له مثلا بدي 3، تمام. وبعد كده الأو أخليها 1، بدي أنا أجرب كل الحالات، حالات إنه هو يكون في وون، حالات يكون في تاي. هلا الوون إنه يكون واحدة منهم يجيبها سطر أو عمود أو قطر، يجيب لي إياهم نفس الشي فبيعمل له يو آر وون. بالنسبة للتاي بيكون عنا كل السبيس فول وبنفس الوقت ما حدا ربحان. بقول له هون دور هلا الاكس، قول مثلا ها 8، بقول لي
2 6 4 مثلا 3 أو 9. Player 2 has won. تالي بنلاحظ أنه اللي فاز عنا البلاير مين؟ بلاير 2. Do you want؟ في إشي غلط. قول له هون مثلا او قول له يس. بدي اخليها اكس تفوز. سوري. قال له البلاير الثاني هو اللي فاز. Do you want to play again? Enter yes or no. أنا هقول له yes. ألعب مرة ثانية وأحاول أخلي قول مثلا بدي X. ملاحظة أنه هي رجع سألني بدك X ولا O. هقول له أنا بدي X. Enter yes or no. Ready للعب. Yes. قول لي يلا اختاري. هقول له مثلا بدي 9 وهي اخذت 5 6. تمام هيك فوزت نفسي. congratulations you have won the game. تلعب مرة تانية وهكذا. هلا هاي اللعبة باختصار كيف هي بتشتغل كلعبة. هلا ايضا نرجع مرة تانية على الفانكشن كتذكير شو اللي احنا عملناه. عملنا while true او while loop sorry. طالما هي true بدك تنفذ اللي جواها. اول شيء انا جهزت البورد عندي فبقول له البورد موجودة بالشكل التالي. وانا هلا عملت كودينج جديد طبعت الكودينج الجديد مشان عملت الخربطة في السبيس اللي صارت. فهلقيت اللي بس هو نفس المنطق نفس اللوجيك انه بس مسميات اختلفت. هلا اللي صار انه انا في عندي عرفت البورد وعرفت البلاير ماركر من خلال البلاير انبوت. عرفت اللي تشوز فيرست هو هيكون له التيرن. بعد كده تركت الانبوت يدخل يس ولا نو مشان هو يكمل او ما يكمل اللعب. بعد كده قلت له لو بلاي جيم يس بدك تاخذ جيم اون هي ترو تبلش تكمل اللعبه. بعد هيك اذا فولس بدك تطلع من البرنامج. وبعد ما تفوت على الوايل جيم اون حيكون في عندك برضو كمان شروط. اذا كان في عندك التيرن خاص بالبلاير 1 اذا كان البلاير 1 هو اللي بيلعب شو بدك تعمل. بده يكون في عندك ديسبلاي للبورد وكمان حتعطي فرصة للبلاير هذا يختار البوزيشن. وحتشوف انت حتعمل فحص هل حتحط الماركر اللي بيختارها هو اليوزر او البلاير تطلو اياها في البوزيشن اللي هو بيختارها. هلا هتعمل فحص اول شيء على الوين تشيك هل هو يحقق الفانكشن او الشروط الموجوده في الوين فانكشن وين تشيك فانكشن. هتطبع له كونجراتوليشن يو هاف وين. وبعد كده تقول له game on false تطلع من المين من الجيم اون. احنا هون while game on يعني اذا طالما while game on true بدك تستمر فيها. حالة تانية بعد ما تفحص الوين بدك تفحص مين للتاي. هلا اذا لقيت انه تاي انه اللعبة او السبيس كله انتلى بالتالي هون انت هتقول له انه البلاير التاني هو مين هلا دوره او انه البلاير التاني هو اللي فاز بهاي الحالة. هلا إلس الثانية حتكون في اختيار لو كانت الدور أو التيرن موجود على مين على البلاير الثاني. نفس اللي عملناه فوق هنعمله تحت. هنقول له هنضيف له البورد والبوزيشن والماركر وكمان بس هنميزه انه هو حيكون بلاير 2 مو بلاير 1. بعد كده هيفحص الوين وهيفحص برضو الفول بورد. وإذا هو مو هو اللي كسب هذا اللعب هيكون مين البلاير 1 عكسه هو اللي كسب بطريقة تانية.
هذه كانت احنا دخلت عندنا الامور انه تعادل انه درو. فاخر شيء if not reply يعني ما حقق اللي مطلوب في function reply، اعمل بريك واطلع من مين؟ اطلع. فانت هون هتعمل بريك وتطلع من مين؟ من اللوبينج او تطلع من اللعبة كلها. بالتالي صار عندنا مثل ما احنا شفنا، مرينا على الفانكشن، على اللوبينج، على الاف ستيتمنت والكونديشنز، شفنا كيف بنغير بنعب بن ننشئ variables، وكيف احنا مرينا على مجموعة الفانكشن جهزناهم بالبداية، وكيف منطق استدعائهم، كيف منطق ترتيب حل هاي المشكلة او التعامل مع هذا البروجكت. بنهاية هذا الفيديو بحب احكي لكم انه امشوا على الخطوات اللي بتشوفوها مناسبة لكم طالما النتيجة واحدة. المهم انه انت يكون في عندك منطق برمجي مريح لإلك، من خلاله انت تنفذ النتيجة وتحصل على نتيجة واحدة. ممكن تستخدم اكواد تانية اوريدي اكيد، ما حيشكل اي ما حيمثل اي مشكلة طالما انت بتحصل على نتيجة صحيحة وسليمة. اهم شيء انه احنا هيك تمرسنا على استخدام الوايل لوبينج والاف ستيتمنت والفانكشنز، وكيف ممكن احنا نعرف الفانكشن في مكان ونستدعيه في مكان، كيف احنا نستدعي فانكشنز داخل فانكشنز بناء على فانكشنز والى اخره. طبعا المنطق البرمجي ما بينبنى بيوم وليله، ما بينبنى بمشروعين اثنين. من خلال ممارستك لكذا مشروع رح أكيد تصير أفضل في استيعاب المشاكل وكيف أنت ممكن تتعامل معها. لهون إحنا طبقنا البروجيكتس هذا اللي من خلاله غطينا معظم الأشياء اللي إحنا شرحناها أو المواضيع اللي إحنا شرحناها خلال الفيديوهات السابقة. إذا في أي بروبلم جوجل إت أكيد، وارجع مرة تانية احضر الفيديوهات من جديد إذا بتحس إنه أنت لساتك مش فاهم. وكده تمام.